السلام عليكم. بعد النجاح الباهر الذي أحرزت عليه الفيديو التي تتكلم عن الدليل القاطع أن محمد السادس يقوم بطقوس سحرية فوق قبر الحسن الثاني، كثير من الناس يأتون ويقذفونني بالفسق ويقولوا لي أنت كاذب وغير متيقن، وأظن أن الله وحده يعلم مدى صحة ما أقول، ولكن اليوم أردت أن أدلي بالحجج التي جعلتني يعني أتوصل لهذه النتيجة أولا، ثانيا أن أعرب عن نيتي أمام والمسلمون، يعني معشر المسلمين في العالم كله ينظرون إلى هذه الفيديو. أنا أتخذهم شهداء بأنني مستعد أن أذهب للابتهال مع هؤلاء الناس الذين يكذبون ما أقوله ويظنون أنه مجرد ظن. ولكن أريد أن أستعرض بعض الدلائل التي تثبت ما أقول. أولا، يجب أن تعلموا وأنتم تعرفون هذا، أن هذه الطقوس لا تجرى في النهار في واضح النهار، ولكن تجرى ليلا. ويجب أن تعلموا أن يعني المسلمين في الحقيقة يذهبون للترحم، كما يعني قيل في كثير من التعليقات، يذهبون للترحم وقراءة الفاتحة والتذكر، لأن الموت تذكرنا دائما، الإنسان يجب أن يتذكر ويقف على قبور يعني والديه وأقاربه ويتذكر، هذه عبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان نهى عن زيارة المقابر، ولكن حسب حديث نتاع عائشة قال فالآن زوروها، ولكن يعني عادة حنا تنزوروها في واضح النهار ملي تتكون الشمس شعلة وكذا، ما تنمشيوش في الليل. هذا ما أعلم، وهذا ما يعرف المغاربة. تعرفوا بأن ما تيمشيوش يترحموا في الليل هما، ولكن هذه راه وخفي وخاتي يديروا هما الضوء وكذا، داكشي راه تتوقع في الليل، طقوس في الليل. ودرت كثير من الفيديوهات تنوريكم بأن الشمس تكون غاربة وتيكونوا بعد الأضواء وداكشي غير باش تضوي لهم فين يدخلوا وكذا، لأن تقام ليلا. والذين يتراودون على المقابر ليلا معروفين شكون هما السحرة والمشعوذين. يعني هذه ما فيها لا يعني ما فيها شك. ثانيا، الشيء الذي أريد أن يعني أجلب انتباهكم إليه هو أن هذا محمد السادس، ما في ذاك المقبرة راه ما كاينش غير الحسن الثاني، كاين محمد الخامس اللي تيسميوه، يعني هو مؤسس الأمة، هو اللي تنفى وكذا حسب البروباغندا يعني الرسمية، حسب البروباغندا الرسمية. ولكن هل سبق له في ظرف 22 أو 23 سنة التي حكم فيها أنه قام ب ب ب ب
يعني بالترحم حسب ما تقولون، ولكن أنا أقول لكم هذاك راه ليس ترحم، هذيك طقوس شعوذة وسحر على قبر محمد الخامس. لا تعرفون الحق، تعرفون الجواب هو لا، لم نراه قط. علاش؟ هل تساءلتم لماذا؟ علاش تيديروا على قبر الحسن الثاني وحده وحده وحده؟ علاش؟ الجواب هو تلك الفرقة التي جاءت قبل موت الحسن الثاني، وهي نفس الفرقة التلمودية التي رأيتموها أيها الإخوة الكرام، وكتب عنها الشيخ عبد السلام ياسين في كتاباته، والتي كانت تدور حول الحسن الثاني عندما كان مريض، وتردد تعويذات وترخص. وكتب يعني عبد السلام ياسين هو الوحيد الذي كتب أن الشعب المغربي تفاجأ بمجموعة من اليهود يدورون ويرددون تعويذات حول ملكهم الذي هو يسمي نفسه أمير المؤمنين. هذه كتبها حبر عن ورق، وتوجد في مكتوبات عبد السلام ياسين. إذن هذه التاريخ غير باش تعرفوا، ما تقولوا ليش ما عمرهم داروا، راه كانوا تيدوروا عليه. وهذوك الفرقة نفسها هي اللي غادي تجيب حقائب، وغادي تهيئ الجسم الجثة نتاعو قبل ما يديروه في الأرض، قبل ما يدفنوه. إذن حمار طروادة لا يقوم بطقوس على قبر محمد الخامس أو عبد الله، أو يعني كاينين تما ثلاثة نتاع القبور، لأن هذه الجثث لم تقام عليها طقوس، وليست محشوة بطلاسم سحرية. يجب أن تعلموا لنسمي المسميات بأسمائها، هذه هي الحقيقة. يحشون الجثث بالطلاسم. إذن لا فائدة بالنسبة لي أن يقوم بطقس يعني على قبر لم تقام عليه طقوس، نعم، ولم يحشى بطلاسم، لأنه يقوم بالطقوس على جثة محشوة بالطلاسم. يجب أن تعلموا هذا، ماشي على أي جثة، ما كاين حتى شي فائدة باش يعمل هذا. ثانيا أظهرت لكم في الفيديو نتاع 2015، هذيك اللي تهز فيها السبحة اللي كانت وراء القبر وتيقلب عليها ويهزها بيدو ويبوسها وعاد يحطها. أظهرت لكم أن تلك السبحة ماشي أي سبحة، هذاك سحر مصنوع، صنع في إحدى الزوايا لتعليم السحر، زاوية سيدهم الزوين التي تذهب لها الهبات بالهليكوبتر. واش تعرفوا بأن تتمشي الهليكوبتر تدي الهبات لذاك الزاوية ولا لا؟ راه تتمشي. باش عرفت أنا هذيك السبحة وهذا السبحة بأنها سحر مصنوع؟ الآن أنا مضطر باش نكشف لكم على لي ريفيرونس نتاعي،
رغم أنني كنت أتستر عليها، لأنني كنت أخشى أن يصيب الصحفي الذي كتب المقال مكروه. وأتمنى أن يكون في عداد الأموات ولم يبقى حيا في المغرب حتى لا يصيبه مكروه. وهذا الصحفي سميتو دريس ولد القابلة. وتتعرفوا بأن الصحفيين أصبحوا أعداء هذا النظام وأعداء أزولاي، ويمثلون 99% من المعتقلين السياسيين في المغرب، لأنه يريد أن يطمس الحقيقة. هذا الملك يريد أن يطمس الحقيقة بحبس الصحفيين الأبرياء. ولد القابلة قام ببحث معمق والتقى بمئات من الأشخاص، وهذا بحث صحفي احترافي بروفيسيونيل. غادي نوضع لكم لو ليان، ولكن ما تعطيوش عقلكم لغيركم. هذا لو ليان ربما دابا الان فاش ذكرته لكم انا في المباشر ولا في الفيديو، راه ربما غادي يطيحوه. هاد لو ليان تاع واحد الموقع كان يسمى الحوار المتمدين، هذا ربما غادي يطيحوه، ولكن جو في بروندر سوان باش ندير كوبي باست ونديرو لكم في التعليق. ولا طيحوه راه الذنب على 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 اللي دفعني باش نقول هذا، باش لان نحن في حرب إعلامية ونريد أن نبين الحقيقة، ومستعدون أن نذهب أمام الله لنبتهل ونجعل لعنة الله عن الكاذبين. من بعد هذا الشيء غادي نعطيكم أن تروازيام إليمو وعاد غادي ندوزو للابتهال. خصكم تعرفوا بأن هاد القضية تاع حشو الجثث بالطلاسيم تاع السحر الأسود منتشرة انتشارا كبيرا، كانت معروفة في بابل، وكتب عليها أحبار اليهود عندما كان اليهود عبيد في بابل، كتب عليها مجلدات تسمى شنو، ماذا تسمى؟ أنا قولوا لي شنو ماذا تسمى؟ تسمى التلمود البابلي، أو بالعبرية شنو سميتها؟ الجمارة. عمركم سمعتوا هاد الكلمة؟ هذه راه جات قناة إسرائيلية، يعني اللي تتقوم بحث صحفي، قناة اللي عندها واحد المصداقية، وكتبات بأن الملك ديالكم هذاك اللي تهز السبحة ويبوسها، هذاك راه تيتعلم الجمارة على يد أكبر سحرة بني إسرائيل. واش مازال ما بغيتو تفهمو شنو؟ إذن هذيك الطقوس اللي تيدير وتيجي ويبقى ينتظر حتى يوصلو الصحفيين باش يوثقو داكشي ويمشي، تمشي الصور عند الحاخام اللي تيعلمو هذاك راه طالب نتاع الجمارة، يعني نتاع السحر البابلي. فهمتوا ولا مازال ما فهمتوا؟
وداك الصوار تتمشي لعند الاخر، لان الاخر لا يدخل المقابر. خصكم تعرفوا كاع هادوك كلهم سحرة يعرفوا المقابر فيها، خصوصا اللي وقعت فيها طلاسم وكذا. وهذا مقابر إذا كانت مقابر عادية يعني فيها غير جثث، الجثث ما فيها حتى شي حاجة، واخا يدخل ما كاين مشكل. ولكن إذا كانت فيها طلاسم يعني تحرسها جن جن، فهمتوا شنو هو طلاسم تحرسها جن، ما تيدخلوا لهاش هما، ما تيدخلوا لهاش باش ما يصيبهمش أي أذى. إذا نزيدو نكملو، لأن ما بغيتوش تفهمو، وتحسبكم أنا غادي نمشي ونضحي بالآخرة نتاعي وأنا في نهاية العمر باش نكذب على واحد الرجل اللي هو حقير أصلا، ملك المغرب. أنا ما غاديش ندير هاديك، ولكن مستعد باش ندير الابتهال معاه الى وعدتوني نتوما باش تشاركوا في الابتهال وتبتهلوا باسمه، يعني حتى هو نطلبوا من الله ينزل عليه اللعنة اذا كان من الكاذبين، ولا ينزلها علينا حنايا الى كنا حنا تنكذبوا عليه. غادي نطلبوا وغنبتهلوا الله عز وجل يوم الجمعه القادم اون ديريكت لايف باش ينزل علينا اللعنه، وماشي غير علينا غنجيبوا نساءنا واولادنا وكلش هذه الآية 61 من سورة آل عمران، يعني التي تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا حاجوه فيما جاءه من العلم، وكان يتكلم في هذه السورة عن العلم يعني بالنسبة لحقيقة عيسى بن مريم رضي الله عنه، يعني أنه مجرد كلمة الله وروحه، وأنه ماشي والعياذ بالله كما يقولون ابنه، كما يقول بعد الضالين. قال له ابتهل معهم واجعل لعنة الله على الكاذبين. لما يكون الإنسان متيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤيد بالوحي، ستقولون لي أنت يعني لست مؤيد بالوحي ولست رسول، وهذه حقيقة، وأنا أعوذ بالله من لم أقول قط يعني شيء من هذا القبيل، والله يحفظني باش نكون تنزعم مثل هذه المزاعم، ولكن يجب أن تعلموا أن الله لا زال في بعض الأحيان في يكشف لعباده عن شيء من علم الغيب الذي اختص به نفسه خلال الرؤيا. وكنت تكلمت لكم أكثر من 8 سنين مضت قبل 2015، لأن هذا ما زال عقل هذا العمارة جيت لها في 2015، وهذا الرؤيا كانت وقعت في العمارة الأخرى لما شفت، يعني عودت لكم ذاك الرؤيا لما كنت غادي في ذاك المقابر التي يعني والأجداد بين الأجداد التي يعني ترمز غالبا للسحر وهذا والشعوذة، ووجدت مجموعة من الأشخاص متجمهرين حول رجل عينه يعني مطفية، وأنا يعني وقفت معهم ثم وضعت أصبعي
الأيمن في عينيه وقلت لهم هل لم ترون أن هذا عين مطفية، يعني هذا راه دجال وسيتفرقون غادي يمشيوا. وكنت أرى نفس شتو داك البخور اللي كاين في الأضرحة وداك الدخان وداك الشيء، نفس الشيء سبحان الله نفس الشيء. بقات هذيك الصورة عالقة في نفسي، وأنا من قبل ما كنتش كنشوف هاد الفيديوهات نتاع الضريح، يعني هذاك آخر همي أنني نمشي نشوف الفيديوهات نتاع الضريح. ولكن لما كنت شفتها كانوا دوزوا شي حاجة اون ديريكت من بعد هاد الشيء، تنقول لكم قبل 2015، و وشفت داك الصورة وقلت سبحان الله هذه هي الصورة اللي شفت في المنام وما كنتش فاهمها. وبقيت نبحث في كتب تفسير الأحلام، تعرفوا الشيخ ابن سيرين وهذا، كاينين الناس اللي كتبوا في هذا، وناس يعني مسلمين متقين الله ماشي مشعوذين ولا هذا، يعني تنتقوا بهم اللي تعطيوك الرموز لما ترمزوا هذه الأشياء وهذا. وفي التالي وجدت أن يعني هناك يقام سحر، وأنا متيقن، فهمتوا، أنا متيقن 100% بأنه يقوم بسحر. وكما قلت لكم مستعد نمشي للابتهال ونديروا الابتهال، إذا غادي تبتهلوا أنا تنشرطها، وهالمغاربة شاهدين ماشي غير المغاربة، المسلمين في جميع الدول، أشهدكم وأشهد الله يعني إلا تبتهلوا باسم المالك، يعني نبتهل ونجعل اللعنة على الكاذب سواء كان مالك أو مملوك، يعني حتى هو إذا كان إلا يعطيكم هاد لوتوريزاسيون أنا نبتهل معكم أون ديريكت هنايا لايف، والله راه تيسمع، احنا مؤمنين، الله راه تيسمع، اما غينزل علينا اللعنه وتشوفوها، تشوفوا اللعنه نزلت عليا انا ولادي ونسائي وكل شيء، ولا تنزل عليكم. وعلى الملك ما عندوش نساء، يجيب معاه ابو زعيتر، يجيب ابو زعيتر وسفيان البحري وكاع داك الشيء، داك الحارم الغلماني نتاعو، ونزلوا اللعنة على هذا، نطلبوها نهار الجمعة، نتلاقاو لايف فوق الصلاة ونبتهلوا. هذا هو الحل، هذا في القرآن الله قالوا لنا. إلا كاين المحاجات شي تيقول كذبتي وشي تيقول صدقتي وشي تيجي يسبك يقول لك أنت فاسق وأنت تتقضي وقتك تتقرب الله عز وجل، أجي نتباهلوا ونشوفوا شكون اللي فاسق، وما هربنا لكم من حق. هذا الشيء اللي نديرو، خصكم تعرفوا بأن هذيك الطقس اللي داروا على الجثة تاع الحسن الثاني هذاك راه طقس عظيم، هذاك راه سحر عظيم. تعرفوا داك الآية وجاءوا بسحر عظيم، هذاك راه سحر عظيم، راه كانت كادت أن تحكم به بلاد إسلامية يعني فيها أكثر من 40 مليون مسلم، الجزائر. بقي الرجل الذي وضع يده على التابوت ولم يكن يعلم لماذا أمروه بوضع يده على التابوت. بوتفليقة رحمه الله كما كان الآن دابا راه مشى عند دار الحق، يعني وضع يده على التابوت وسيقضي 15 سنة وهو مغيب ويعني محبوس في جسمه. كنت أراه في بعض الأحيان، كانت يعني الإذاعة الجزائرية بعض الصور وهو يطلب الله وتقريبا يبكي، لأنه كان يحس أنه أصيب بالسوء. هذاك يسمى السوء اللي تدير الشياطين. لم يغيروا من
وقت وفاته وسيتوفى من بعد، ولكنه سيعيش أسير في جسمه، ويأتي كلما تغير وزير خارجية فرنسي، لأن تعرفوا فرنسا هي عاصمة الماسونية والصهاينة كلهم اتخذوا منها يعني أداة، تيجيد يتصور معاه ويخرج بتهكم ويقول الشعب الجزائري صافا، وتيضحك يعني داك يعني صافا هكا بغيناه يبقى بحال سامبول ونحكموا به الجزائر، وكانوا حاكمين به الجزائر لأن كانت تتمشي الأوامر عبر بنت أزولاي اللي تطلق بنغبريت في اليونسكو، وكانت تحكم، وكانت الجزائر تقرد، ماشي تقلد، تقرد كل ما يقع في المغرب. كانوا بداو تيديروا لهم داكشي نتاع لو فيستيفال د بوجلود ولو فيستيفال د الالوان والمهرجانات، كانوا بداو يديروا لهم مهرجانات الموسيقى، ولات عندهم حتى هما يعني كان المعهد الامازيغي اللي داروا هذا السادس يشرع هنا هو وعصيد، وهم يطبقون في بعض الاحيان قبل ما يطبق هذا في المغرب. كانوا يعني كان واحد سباق في التصهين بين المغرب والجزائر، وهذيك الحركة يسمونها الأمازيغية وكذا، إلى أن خرج الشعب الجزائري وأوقف المهزلة ويشاء تشاء الأقدار أن واحد الراجل الذي كان يعني دخل الثورة مهما يقال فيه وشنو كان وشنو دار، داكشي بينه وبين الله، أنا لا أحاسب أحد، هو القايد صالح اللي وقف وأرغم الإخوان بوتفليقة وأزالهم من الحكم، وهذه التاريخ سيشهد له، يعني مهما يقال أو لا يقال فيه يعني يكفيه أن التاريخ يشهد له بذلك. إذن هذا هو خصكم تعرفوا، والآن أنا أنتظر في تعليقاتكم تقولوا لي هل سنذهب قدما بالابتهال يوم الجمعة، ولكن أنا أشهد الشعوب الإسلامية يجب أن تبتهل، المبتهل يعني الرجل اللي غادي يكون يعني معايا فاس فاس يعني يبتهل باسم الملك ويجعل لعنة الله تنزل على الملك إن كان كاذب. إذا كنتم مستعدون لهذا فأنا مستعد، سندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والسلام عليكم ورحمة الله. À côté, il y a le prince Felipe qui s'est retrouvé à côté d'eux. Ah oui, juste voilà, derrière le cercueil. Derrière le cercueil, le président Bouteflika. Effectivement. Que disait Gérard, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il tient, le président Bouteflika tient le cercueil. Tient le cercueil, quel geste! Est-ce que ce n'est pas finalement le geste qu'on va retenir? C'est vraisemblablement. C'est la photo, c'est le geste.